متتالية حسابية أساسها خمسة. تك شنو قال لي تما؟ متتالية حسابية. مزيان. ديك الخطط اللي درنا شنو درنا؟ درنا متتالية حسابية ودرنا متتالية هندسة. هندسية قلت لها هندسة. ديك متتالية حسابية عندها علاقات خاصة، ومتتالية هندسية عندها علاقات خاصة. يعني الحسابية عندها العلاقات ديالها والهندسية عندها العلاقات. الله حاولوا تجبدوا دوك العلاقات باش يكونوا حداكم. مزيان. دابا العلاقات نتاع الهندسية ما عندي ما ندير بهم، علاش؟ لأنه قال لي راها متتالية حسابية، كنشوف دابا العلاقات نتاع الحسابية. مزيان. أساسها خمسة، يعني الأساس عطاوها لي آر كيساوي خمسة. حدها الأول إي زيرو، ما معروفش، نقلبوا عليه. و إي 15 كيساوي 79، إي 15 كيساوي 79. شكون يفكرني بالعلاقات نتاع متتالية حسابية؟ العلاقة الأولى الحد العام شنو هي؟ العلاقة الأولى بعد هي إي إن زائد واحد تاع التعريف كتساوي؟ الآن زائد آر. شنو هو آر؟ هو خمسة في هذه الحالة، لأنها حسابية. ياك الحد العام الآن كتساوي إن ناقص بي في إي بي، عفوا في آر زائد إي بي. الحد العام الآن كيساوي إن ناقص بي في آر زائد إي بي، ياك عرفتو؟ ولا العكس، إي بي زائد إن ناقص بي في آر، ياك؟ كتبتو ولا ما كتبتوش؟ نعم. علاش واش نكتب فين هو الاخر اي ان زائد واحد؟ هذه مزيان. فين هو باقي واحد من هذا؟ ما كتبتيهاش كاع، كتبيها لا خصك تكتبيها ضروري. الوغ العلاقه الثالثه اس شنو كيساوي متتاليه حسابيه؟ اس من اي بي نبقاو نزيدو نزيدو حتى كنوصلو لي ان. اش كتساوي؟ كتساوي ان ناقص بي زائد واحد على زوج في اي بي زائد اي ان. دونك هذه هي العلاقات اللي عندي نتاع متتالي الحساب، هذو نحطهم في الوسخ حداها، لأنه قال لي متتالي حسابيا نكتب هذو في الوسخ ملي يكون حدا الامتحان، حقاش غادي نحتاجهم بثلاثة، يعني على الأقل نحتاج جوج، مزيان، ألوغ تحقق أن إي زيرو يساوي أربعة، شوفوا الفكرة اللي كنطلقوا منها، قال لي بين أن إي زيرو يساوي أربعة، ولا تحقق ولا أحسب إي زيرو، نفس السؤال، كي غادي ندير؟ شنو عندي في المعطيات؟ لاحظوا عندي إي 15، مطلوب مني نحدد إي زيرو. يعني خصني نلقى علاقة بين إي زيرو إي 15. إي زيرو إي 15 واش متتابعين؟ لا ماشي متتابعين. دونك كنستعمل هاد العلاقة ملي يكون عندي حدين متتابعين. أن زائد واحد شكون الأقوى منها؟ أن يعني متتابعين. كنستعمل هاد العلاقة ملي يكون عندي حدين غير متتابعين. إذا أنا بغيت إي زيرو وعندي إي 15، إذا غنستعمل علاقة اللي كنقدر نخدم بها الحدين غير متتابعين، قلنا هي هادي، نطبق عليها القاعدة. دونك لدينا إي أن حسابية ياك؟ نعم. دونك هاهي نكتبوها كاع نوضحوا، حسابية السؤال الأول، يعني مادام إي أن حسابية واش كتعني؟ كيعني أن إي أن تساوي أن ناقص بي في آر زائد إي بي، ياك؟ هادي علاقة. علاش اختاريت هذه وما اختاريتش هذه؟ لان عندي حدين غير متتابعين. متفقين؟ فهمتوا دابا واش كنقول لكم؟ لا صافي ما فهمتيش. ملي كتسمع حسابيه كتكتب العلاقات نتاع الحسابيه، ياك؟ يعني غنستعمل هذه وهذه وهذه، ياك؟ الوغ كنقرا السؤال ديالي، قال لك تحقق ان اي زيرو يساوي 4، يعني بحال اللي قال لك احسب اي زيرو خصك تلقاها 4، صحيح؟ ولا قال لك بين ان اي زيرو تساوي 4، هذا هو السؤال. شنو غندير؟ غادي نقلب على شي علاقه واش نحسبها باش نحسبها، خصني علاقه، وشكون هي هاد العلاقه؟ واش هادي ولا هادي ولا هادي؟ فين هادي؟ قلنا الاولى لا ما خداماش لان ماشي متتابعات. لو كان كان عندي اي زيرو قال لي احسب اي واحد نستعمل هادي، لو كان كان عندي اي واحد قال لي احسب اي اثنان نستعمل هادي. ودابا راه ما عنديش حدين متتابعين، دابا راه عندي اي 15 وقال لي احسب اي زيرو بيناتهم 15، يعني غادي نستعمل هذه العلاقه هذه ان و بي. ان و بي غير محدود هنا، لا هنا ان زائد واحد سيب عليك الحد اللي معاه، سيب عليك اللي موراه ان زائد واحد سيب عليك، ولكن هنا ان و بي كما كانوش ارقام كما كانوا متابعين ولا ما متابعينش، وهذه خدامه واخا يكونوا متابعين الحد الاخر. وي الوغ اي ان غنعتبرو مثلا اي 15 ماشي مشكل، اي 15 ان نعطيوها 15 و بي نعطيوها اللي بغيت زيرو. يعني اش كتساوي؟ ان ناقص صفر في ار الاساس شحال هو؟ خمسة زائد اي صفر هي اي بي، متفقين؟ ونزيد نحسب ان شحال هي قلنا هي؟
15 يعني 15 شكون هي شحال لقيناها شحال عطاوها 79 ها العلاقه اللي عندي 79 كتساوي 15 ناقص 0 هي 15 في 5 زائد اي 0 79 تساوي 15 5 50 و 25 هي 75 زائد اي 0 ياك الو بغيت انا اي 0 75 غنجيبها منها يعني 79 هاد 75 رجعها لنا تولي ناقص كتساوي اي 0 يعني 79 ناقص 75 هي صافي لقينا اي 0 كتساوي 4 اذا جاوبنا على التمرين اي 0 كتساوي 4 متفقين دونك غير خص تكون عندكم كيفاش تخدموا التمرين ماشي تخدموا هاد التمرين ولا كيفاش تخدموا التمرين قلت لكم كي كيقول لك حسابي ولا هندسي راه نقص عليك نص ديال الخدمه علاش لانه قال لك اودي روح قلب غير في العلاقه نتاع نتاع الحسابي هندسي ما تشوف فيهم كاع متفقين هذه نقص عليا ياك الوغ زيد معلومه اخرى شنو هي قال لي احسب اي صفر وعندي اي 15 هنا نقص عليا هذه ونقص عليا هذه قال لي استعمل هذه وسير عليك دابا من هاد المعطيات راه بسيب عليا نستعمل هذه بسيب عليا ماشي بخاطر بسيب عليا غنستعمل هذه ما كاينش شي حاجه اخرى الوغ السؤال كيجاوب على راسو دونك نمشيو عند السؤال الثاني حدد ان بحيث اي ان يساوي 10049 حدد ان بحيث اي ان يساوي 10049 نفس العلاقة انا بغيت ان ياك بغيت ان وعاطيني اي ان دونك حدد ان بحيث اي ان يساوي 10049 دونك هنا اش غنديرو اي ان شنو كتساوي كتساوي ان ناقص نعطوه البي زيرو نعطوه البي زيرو علاش لان باش نخليه واحد المجهول غير ان نخلي غير ان هو المجهول بي نعطيه واحد القيمه نعطيه شي حاجه عندي اما الزيرو اما 15 نعطوه زيرو اللي سهله يعني ان ناقص زيرو في ار زائد اي زيرو هادي ما يمكنش اللي غيقول لي خطا جبت انا اي ان علاش خمسه بزاف كيفاش في الار الاس وغادي نعوضو كلشي غادي نعوضو دابا اي ان شنو كتساوي ان ناقص صفر هي ان في ار هي خمسه زائد اي صفر هي 4 و اي ان شحال قالوا لي كتساوي قالوا لي كتساوي في النهايه 10000 49 يعني هاي نعوضها ب 10049 تساوي 5000 زائد 4 تبقين ياك هذه 5 في ان زائد 4 صحيح هذا 4 رجعها انا المطلوب مني نحسب ان ياك هذا 4 رجعها لنا يعني 10000 49 ناقص 4 تساوي 5 ان واضح يعني هذه شحال تعطينا 10000 و45 تساوي 5 ان يعني ان تساوي 10000 و45 على 5 دونك شحال كتساوي الان حسبت 10000 و45 على 5 2009 دونك 2009 واضح دونك ان هي 2009 واش واضح والله يرضى عليكم اللي كيقول لك حدد ان بحيث تستعملوا هذه وعوضوا بي بزاف وهذيك ان ناقص صفر في ار زائد اي صفر ما نحسبوهاش نخلوها لا عوضنا ولكن ان ما معرفاش عليها كنقلب مجهول كنخلي ان فهمتي انا كنقلب على ان مجهول وبي خصني نعرفه علاش لان انا ما عرفتوش يبقاو جوج مجاهيل ومعادله وحده ما تعطينيش جوج مجاهيل اش خصني ندير خصني نحيد واحد المجهول ونحيدو بشي حاجه عندي علاش انا درت اي صفر ما درتش اي خمسة علاش بي عطيتها صفر لان اي صفر عندي شتيها انت عاقل غير على هذا ملي كيقول لك حدد ان هذا السؤال حدد ان بحيث يعني يساوي 10049 جري عند هذه وكتب لها وبي عطيه زيرو صافي وغادي تعوضي انا تلقاي وي علاش عطينا صفر البي علاش ما كاين عندك 15 ما علاش عطي 15 ماشي مشكل تلقاي نفس النتيجه الا عطينا البي 15 غنلقاو نفس النتيجه بغيتو نجربو نجربوها هي نمسح هذا لا دونك السؤال الثالث كيكون بحال سابقا دائما وحسب المجموع اس اش كتساوي اي زيرو زائد اي واحد زائد اي جوج زائد اي ثلاثة حتى الاي 15 ما كنوقفوش على اي 15 دونك شنو كتساوي العلاقة بصفة عامة هي ان ناقص بي زائد واحد على زوج راه ساهلة هادي وخصها بعدا ضمنوا النقطة ديالها فاش اي بي زائد اي ان
ان ولا اي ان زائد بي، لكن انتم ماشي مشكل على حسب العلاقه اللي عندكم. الو شكون هي ان شكون هي بي؟ ان هي الكبيره هنا وبي هي الصغيره، ان هي 15 وبي هي صفر، الاولى هي بي والثانيه هي صفر، يعني 15 ناقص بي هي صفر زائد واحد تاع القاعده مقسومه على زوج، في اي بي هي اي صفر زائد اي ان يعني اي 15. ونعوض 15 ناقص صفر هي 15 زائد واحد هي 16 على زوج، اي زيرو شحال حسبناها؟ اي زيرو 4 اي 15 هي 79. الا ما كانوش عندي نحسبهم، الا ما كانوش عندي نحسبهم بالعلاقات اللي هما هنا. دونك شنو كتساوي؟ 16 على جوج هي 8، 4 زائد 79 هي 83. دونك 8 في 83 دونك 830 ناقص 160 664 دونك 664 صحيح. دونك كملنا مع التمرين، نمشيو عند شي تمرين اخر.